بالي غدوز فهمتي فاش يقول لك انا في الموضه غير قايده لا غير قايده جيتي بانو بلا سمعه انا في الموضه عندي فكره عايده ايوه السلام عليكم. صوتي يكون مرتفع. السلام عليكم. عمر بجات من سكينة طنجة مغوغة الكبيرة عين قنا قرب مقر مطرح النفايات القديم. احنا سيدي كنا عندنا تما برارك في ساكنين في 2014 عطاو لواحد الفئة وحنا جاو حرقوا لينا. ملي حرقوا لينا هدونا باللي رجع كيولي كي غادي يعتقلوه. وتضربنا وتحرقنا ما بقات الا خرجنا بالحوايج اللي لابسين علينا وجرينا ولادنا من العافيه بالدرع وكنا كنبغيو نصوروا كيعتقلونا السلطات المحليه وكيبغيو يطلعونا للحبس وقال لك دير التزام ممنوع تولي لهنا وحنا هذيك الساعه اسيدي نضنا اللي عنده شي كدا مشى تحاز مع العائله ديالو ولا هادي انا واحد من ساكن مع نسيبي عاطيني بيت عندي فيه اربعه الاولاد والزوجه ديالي وانا غير طالب معاشو كنخدم في مارشيد الخضره يعني غير حمال وفي الاخر دابا الناس كنا كنهضروا مع السلطات المحليه وعوان السلطه كنقولوا لهم يعني احنا ما خصناش ديروا كيقول لك ما نساوكمش وانما دابا ناضوا داروا اللي بغاو همايا عطاو لواحد الفئه جوج دبرارك اللي كانوا بقاو منصوبين تما فقط وجاو عطاوهم العافيه داروا سجلوا تقريبا ما يزيد على 84 واحد اللي عطاوهم استفاده وحنا ملي نضنا كنهضروا كيقول لك هذا امر جانا من الولايه واش حنا ماشي من اولاد الوطن واش حنا ماشي من حقنا نستافدوا هيك استفاده عندنا حق تاعنا حنا في الدستور المغربي في 16 حق عطيونا اي واحد منه اي واحد منه باغيين الساكن لائق ما باغيين والو عيد طرف ديال الارض عيد بقعه دابا حنايا ملي رنا كنهضروا على حقنا وجينا لعند مقر ديال الاداره اللي تابعه ليها قال لك اسيدي ما عندكمش انتم ما معترف بكم لا مقدم لا والو ملي مشينا عند المقدم وكنهضروا معاه قال لك اسيدي انا الناس اللي كانوا ساكنين تما والناس اللي كانوا ساكنين تما كاملين بهم كاريين انا كنتحمل المسؤوليه ديالي كاملين كانوا كاريين تما دابا اللي استافدوا وبالشهود بالدلائل بكل شيء جوج دبرارك اللي بقاو لا داعي لذكر الاسماوات ديالهم جوج دي الناس هما اللي بقاو تمايا مستقرين واحد مسكين كان مريض ورجع كانوا خدامين في مطرح النفايات كيجمعوا التشاطره فيهم صافي ومن تما لهي كل شيء كاري دابا الناس استافدوا وحنا يا سيدي ما رفضونا وبغينا حقنا حتى حنا لكنا من هذا الوطن يعني عاش الملك الله الوطن الملك كاملين كنجدوا بها وحتى حنا بغينا حقنا من ايها الناس وشكرا بارك الله فيكم. السلام عليكم اخوتي المغاربه من طنجة القويره حيا الملك حيا محمد السادس الله يحفظنا محمد السادس والاسره الملكيه يحفظ مولاي الحسن وخديجه الله يحفظهم كاملين يا ربي وحنا كنطلبوا انا من كنت ساكنه في برارك عندي 11 سنه ديك جوج البرارك انا وحده كنت منهم تما انا وحده اللي بقيت تما عندي 11 سنه وبالشهود الزايديين وكل شيء يشهد بالحق ملي دخل في مطعم الطاكسيات وانتينا طالع في مغوغه الكبيره وانا عندي الوليدات وانا مراه كبيره كنخدم في الزناقي كنمشي نخدم في الزناقي كنفرق واحد السلعه كنمشي نربي ولادي بهذه الطريقه ودابا انا كنطالب بحقي كنطالب المعنيا كنطالب النيابه العامه تبحث على هذا الشيء كنطالب سيدي الوالي كنطالب وزاره الاسكان والاعمار كنطالب المسؤولين كنطالب وزاره الداخليه كنطالب محمد السادس الاسره الملكيه الله ينصرهم الله يحفظوا لنا انا ما عندي شيء انا مترشه والو ما عندي ولا انا سيبه تما كاريابيس كل شيء كاريابيس كاين كان القايد كان حرق لنا وانا نكريو لكم انا نكريكم قلت له لا الناس ما بغا يكري لهم انا صافي كريو البيت ونعملوا لكم الحق هذيك الساعه نشوفوا الحل ما عملنا حتى شي حل عينا نشكيو عينا هذه دابا انت كتشوف نهار الحدث تسجلت
وديك القصه اللي قال لك بان ليش جات نهار الحريقه، جا المخزن نهار الحريقه، والقايد والباشا والوالا وكل شيء وسجلوا. من بعد انا مشيت مع الناس وكل شيء وتبعت، يعني مسجله. ملي مشيت للاداره استنيت بالليل حتى 11 دليل ولا كثر، في الاخر اتضح اني مش مسجله. الله غالب، ما عرفتش علاش مش سجلونا شي. انت كتستافدوا العزاره، الاسر استافدوا، وانا انا والناس معايا عندنا للولاد، انا وتما الناس دراوش ما عندهم شي، ما عندنا شي، عندنا الله سبحانه وتعالى. ودابا انت كتشوف الغالب الله، الغالب الله. انا كنطالب الوزاره، كنطالب المسؤولين، كنطالب النيابه العامه، كنطالب سيدي الوالي يشوف من حنا. مشيت فين والله العظيم مشيت فين. مش مخبى فيها، فين غنمشيت؟ كاري بويس، كاري بويس، وطلع عليا الكرا، طلع يجيو يسألوا، يجيبوا الخبر ويسقسوا لي. ما كناش تما هذه مع 11 سنة، ويجي يشوف ويبحث وكل شيء. ولا كان انا احنا ما كناش تما، او انا مثلا ما كنتش تما، او شي يجي ويشوف. انا جي شوف، يجي بالشهود، عندي الفيديوهات ملي كنت ما كان تما حتى شي حاجه، كان تما غير الفران، غير السبيله، كان تما ما كانش تما لا قوادس لا هذه، كان تما حتى حاجه. يعني من الاوائل وما تسجلت الاولاني، يعني دابا هذه 5 المرات، الاولانيه والثانيه والثالثه والرابعه والخامسه. الله غالب، لا اله الا الله محمد رسول الله. ما عرفتش علاش حنايا، انت كتشوف صافي شطبونا، ما عرفتش علاش. كان باقي المقدم عنده براكه داير فيها البقال معانا. البقال حتى المقدم، حتى المقدم كان، حتى المقدم، حتى المقدم كان معانا، حتى هو كان عنده البراكه واستافدوا. عرفنا وعارف كل شيء ونكرنا. انا خصني نعرف علاش نكرني، علاش انا درويشه، ما عندي فلوس، ما عندي شي حاجه، ما عندي اي. الغالب الله تبداها من الطاكسيات، وانت تاكسي من الطاكسيات تسالو، ما يقولوا لك ذاك المره كتعيط عاود كتخدم على وليداتها كنقريهم. ما عنديش، الله غالب ما عنديش. انا الكتب كيشريو من الناس، الحاجه كيشريوها الناس، كل شيء كيجيبها لي الناس. عملت العمليه لبنتي، سلف الناس جمعوا لهم، عملوا العمليه. ما عنديش، ما عنديش. ابني عمل عمليه من النص حتى القاعد رجله. الناس وحده اخرى مريضه والكواط هايده خدامه خصها تجي المليون ونص. الناس وما كاينش، هي جالسه كتموت هايده. ما عندناش، مكرفسين، ريحه الزباله، ما بقيناش كنشوفوا مزيان، يعني مرضنا الحساسيه. انت والو، دابا كنطالب، لك عندنا الحق في هذه الارض، كنطالب سيدي الوالي، كنطالب المسؤولين، كنطالب محمد السادس نصره الله يحفظه لنا ويشافيه لنا ويخليه لنا فوق راسنا يا ربي، كنطالب بالحقوق ديالي. واش انا نضيع؟ واش انا نتسيف في الزنقه؟ ها؟ 8 ديال الولاد فين غيمشيو؟ عندك 8 ديال فين غيمشيو؟ فين غيمشيو؟ كبارين صغارين؟ كبارين وصغارين، فين غيمشيو؟ لا خدمة، لا حتى حد، فين غيمشيو؟ مشي علم ملي كتمشيو تسيبو، فين غيمشيو؟ حنا ما عندنا فين نمشيو، حنا في طنجة أنت كتشوفها غادي يمشيو، لا خدمة عيط ندفع السيبيات كيسيبوهم مسطورة بالزبد، ما عندناش. أنا بلادي، هذه بلادي عليها نموت عليها نعيش. أنا كنطالب حقي، ما كنطالبش شي حاجة زايدة فوق الحق، كنطالب حقي. الرسالة اللي كتوجه للمسؤولين، كنوجه هذا الرسالة للنيابة العامة، للسيدي الوالي، للوزارة الإسكان والوزارة الداخلية، والمحمد السادس نصر الله يشوف من حنا، المسؤولين يشوف من حنا. والسلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سيدي نكمل لك، نكمل لك أسيدي ساسين مدنس، أسيدي كتشوف أخي شني واقع. عادك على وسائل على ذلك شني وقع. دابا حاليا دابا الناس كاين، الناس اللي ما عمرهم ما كانوا تماك حسفدوا، ما تكرفوش حتى شهر. فهمتي؟ قال لك اللي شبر، اللي شبر قفه هو اللي استافد. يقدر اي واحد، اي واحد يقول شبر قفه يستافد، يعني ما متكرفوش. مقدم لي مع الناس تماك، راه عارفنا واحد واحد، عارفنا واحد واحد، كل واحد عنده الظروف ديالو. السيده اللي هضرت مسكينه راه عندها سنين العوده، راه عندها الظروف ديالها. السيد كذلك راه واق، عرفتي كانوا كيهدونا، يقول لك راه اذا جبرنا شي واحد هنايا راه عند ديوان الحبس. اذا جبرتكم هنا كيجيو كيبقاو يسبونا ويحرقوا لنا البرارك ديالنا، اي حاجه. شحال من مره ما كتبقانا حتى شرويطه من لبسو. كل واحد دابا حاليا كل واحد كيمخبع، فهمتيني؟ انا مخبعي، انا مخبعي يعني عند شي الناس هيدا ماكالي واحد بيت. يلا عندي جوج العوال المرة ديالي، فين غنمشي انا؟ الدستور عطينا 16 حق، انا خصني واحد الحق، هي حق السكن فقط. واخا عطيني 30 دي مترو بارك عليا، اي باش ما يدقش علي شي واحد يقول لي خلص كرا ولا خلص موضة ولا شي. هادشي اللي طالبين اسيدي،
هادشي اللي طالبين اسيدي صافي هادشي اللي كاين. اي ولادي بعدك مين اذا جاب ربي العمر يجبر ولادي فين يسكنوا هادشي اللي كاين. السلام عليكم. جزاك الله خير. اذا متتبعي منبر 24 دائما من مدينه طنجه، يعني كما كتشاهدوا هاد الناس هادو تحرقوا لهم براك ديالهم، وكاين واحد المجموعه ديال الناس اخرين، وكما قلت لكم دابا حاليا كيباتوا عند الجيران، كاين اللي كاري بويت او بيت صغير على قد الحال باش يديباني، و يعني كل واحد وكيفاش، وكانت يعني المطالب ديالهم. ضربني المخزن وما استفدتش انا. واش هما اللي داروا لك هذا؟ تعصبت ووقع لي هذا الشيء. انا كنتعصب.